عيب عيب اتلموا، عيب خليكوا رجاله، خليكوا ولاد بلد، عيب اتلموا، عيب الواحد بيتشال وبيتحط هنا وبيشوف 60,000 نصيبه وانتوا قاعدين عمالين برضو تشجعوا الناس التانيه. اتلموا بس يا ريهام يا رحمك، عيب. انا جايه لكم بقى، ده فيسبوك بيحب الكلام ده، لكن انا جايه اتكلم في حاجه فيسبوك ما بحبش اتكلم فيها. جاتكم خيبه، جاتكم خيبه. انتوا ايه، اي حاجه بتزيدوا فيها؟ مش فاهمه، انا هتعبط وافهم. انا مش فاهماك، انا ليه يعني، انا برضو في حته كده واقعه مني، كان مثلا المنتج المصري المحلي او الحاجه اللي صنع في مصر ممنوع انها تسافر بره مثلا، ولا ممنوع انها تتسوق؟ ما انا اصل انا بقالي كام يوم باكل عسل ملكات غذاء النحل، جاي من مصر ماشي يا برنس، جابهولي من مصر واترمى في سكتي، اتاريني بعمل بيعملوا عليا تجربه عشان اطلع اتكلم عليه. حلو يا برنس، هطلع اتكلم عليه، حلو قوي، انا موافقه بيه، انا احب اتكلم عن المنتج الكويس، المنتج اللي بيشجع صحه الناس تمام، والمنتج اللي صنع في مصر، اللي صنع في بلدي. واخد بالك يا برنس، لو احنا بقى عايزين نعمل بيزنس مع بعضينا، تعالى يا برنس هنتعاون مع ازاي. انا واحده بتاعت ماركتنج وبتاعت اعلانات وبتاعت ميديا وبتاعت الكلام ده، انت راجل عندك المصنع بتاع مش عارفه ايه، احنا ولاد بلد مع بعضينا نعمل المنتج ده، نسوقه يبقى سكسي ونبيعه في كل حته في مصر، العيال هتستفيد، صحتها هتستفيد. انا بقى لي كام سنه في الفيتنس يا ده، انت هو يا وسعه وسعه، عشان النهارده هاكلكم، هاكلكم بسناني. بقالي كام سنه في الفيتنس ياض، واخس وارفع واشيل عضلات واشيل حديد واشيل بتاعه، في وسط الكورونا بنتنيل على عين ابونا بنتمر، وقال لك هيجي لك ميرس بعد الكورونا هيموتك، ان اليوم السابع لسه منزلها. من عمال اقول لك السيزون دخلت خلاص، الحروب بقت بتتحارب حاجه تانية، يالا ما تركز يا، وانت لسه عمال تشتري الايفون 12 بتاع انكل سام، مفيش فايده في امك، انت برضو مش هتحرم يعني، انت عايز تتركب برضو مفيش فايده يعني، عايز الغرب يركبك. طب ما احنا ما تخلي زيتنا في دقيقنا يا باشا، ما نخلي زيتنا في دقيقنا ونصدر حاجتنا احنا، او نتعامل على الاقل بحاجتنا، مش اللعب بقى على الصحه، مش اللعب ده اليومين دول. استنى عشان متضايقه، اللعب اليومين دول مش دخل في الصحه، وصحتنا هتروح وصحتنا هتعمل والكلام ده كله. المصريين ما شاء الله واضح ان المصريين صحتهم ما تهزتش، طب ما تقول لي ليه؟ اه البروتينات والموتينات والحاجات اللي بنجيبها، العيال بتوع الصحه في مصر اللي بيضربوا لي حقنتين دول، الفيتنس اندستري اللي بقى ترند، حلو الصحه حلوه، مش المفروض تبقى ترند بس المفروض تبقى مدى العمر. انا عشت في مصر سنه ونص، كنت باكل من ايه؟ كنت باكل من مصر، والرجاله كانت بتحسدني، كنت بروح الجيم مرتين يقولوا لي هو انت قوات خاصه ولا ايه، كنت بطلع على السلالم ليرلي على الستير ماستر الساعه الصبح الساعه 5 الفجر في عز التلج، وبالليل ارجع انتح تاني عادي جدا، ولما يغمى عليا اخد نموذج موزه وخلاص وشكرا واقوم تاني. وكنت باكل الجبنه القريش المصريه اللي معموله مع الفلاحين في مصر، وكده كربوا وكانوا بيجيبوا لي بلح من مطروح، وكانوا بيجيبوا لي عسل من طنطا، والاكل كان مصري وزيتنا في دقيقنا، وكنت صحتي الله اكبر. لما رجعت امريكا صحتي بتنخ، ببقى عندي كده كسل كده عجز كده، بتنفخ على الفاضي، مهما جبت اكل اورجانيك بتلاقيني بتنفخ على الفاضي، بتلاقي الصحه يعني بعافيه سيكه، بيبقى الواحد عنده اكتئاب سيكه، بيبقى عنده خمول سيكه. صباح الفل يا باشا، ما انت لازم تركز الاراضي المصريه، وفي حاجات في مصر فيها علاج وفي اكل في مصر فيها، ما تيجي نصدر من ده يا باشا، ما تيجي ولاد البلد على الاقل بدل ما كل شويه يجيبوا لنا حاجه من بره من امريكا. هتيجي من امريكا الواي بروتين، هتيجي من امريكا البري ورك اوت، جربت بلا استثناء اقسم برب العزه بلا استثناء، جربت كل انواع البري ورك اوت لغايه دلوقتي، وريتكم كم منتج وقلت لكم لو المنتج طلع حلو هقول لكم عليه، لكن والمصحف الشريف باخده من هنا، ببقى عايزه انام يابا، اخد غذاء النحل المصري اللي معمول في مصر دلوقتي. بص بص صحتي الله اكبر عامله ازاي، برد يا اخوي، ده انا امبارح حملت من يعني اللي هو عملت لكم مشهد اوفر عشان اقول لك دلوقتي لو الحرب على الصحه. يا ابني ركز معايا يا ابن الناس، يا ابن الناس انا عايزه مصلحتك والله، وتعبت تعبت منك ان انت عمال تاخد مؤاخذه يسوقوك كده وعادي، انا مش عايزه حد من بره يسوقك، سوق نفسك، يا تسوق نفسك يا تخلي ولاد بلدك يتعاونوا معاك، لكن ما بتوع بره لو سقوك هيسوقوا شرفك وهيسوقوا دينك بعد كده، هيسوقوا مراتك للمؤاخذه، هيسوقوا بناتك، انت مش فاهم اللي بيحصل. في بنات دلوقتي من ام لا اله الا الله محمد رسول الله بتروح تتجوز رجاله من حتت تانيه وملل تانيه وحاجات كده، بيستقطبوهم هنا ويعملوا منهم جلاشه حلو، وعرقنا كده يروح مننا، ما ينفعش. ما احنا لازم نركز من اللي بيحصل يا جماعه، ما تبقوش قاعدين في ميه مخلل لوحدكم كده، يعني احنا حتى الفلوس مش عايزين تعملوا فلوس، انا عايز اعرف يا شباب انتوا مش عايزين تعملوا فلوس؟ مش انتوا لا مؤاخذه يعني بتعملوا يعني بتحبوا يعني اللي هو ايه شكاوتكم، الشكوى الوحيده المره المريره اللي عندكم ايه؟ ان احنا مش عارفين نتجوز عشان ما فيش فلوس. طب ما احنا لو تاجرنا كلنا
لو كلنا كنا تاجر في حاجه احنا شاطرين فيها، عندنا شركه اعلانات زي الورد فيها شويه مصريين زي الورد يحلوا من على حبل مشنقه، جينيسز اقسم برب العزه. الاعلانات اللي بيعملوها في طارق النور ما بشوف زيها في امريكا. نتعاون مع ناس زي كده، نجيب المنتج المصري ونتعاون بقى، يعني كل واحد يساعد. اللي شاطر في السوشيال ميديا بيطلع يسوق حاجات، ليه تسوقي حاجه من بره؟ انا بس عايزه، ده اللي هيجنني. طب انتوا شفتوني مره في حياتي جبت لكم منتج من امريكا وقلت لكم خدوا؟ انتوا عارفين بيطلب مني ان انا اروح اخد منتج من امريكا عشان انزله مصر عشان هيتباع عشان من امريكا؟ دي حاجه اولا لا، انا هستفيد، انت هتستفيد ايه؟ انا هعمل فلوس بالهبل، وانت لما اخذ كلمه امريكا هتنقح عليك وهتقول لك يلا خلاص هشتري. وعقده الخواجه انا بوجعك بالكلام عشان ده الحقيقي، واخد بالك؟ هتجيب السي 4 ولا الاف 4 والمصح؟ والله 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 اسالوا الناس اللي كنت بتمرن معاها، انا ما كنت باخد اي حاجه غير القهوه في مصر، كنت ما شاء الله لا قوه الا بالله، حرفيا ما باخدش حاجه من الحاجات اللي بره دي، وباكل كل حاجه ما في مصر. وكان الله اكبر، كان عندي طاقه غريبه، انا كنت من الساعه 5 الصبح لغايه الساعه 12 ولا 1 بالليل بلف كده، طاقه مستمره خلال يومي. هنا في شعور بالهزيمه كده، شعور باللي هو خمول سيكا، الناس كده ماشيه خملانه في نفسها. البيج تاك والبيج فارما، التو الفارماسيوتيكال كومبانيز، الكومبانيز اللي هي بتاعت الادويه وبتاعت التكنولوجيا، ماسكه حرفيا العالم، وهو عايزاك تبقى مغمض عينك يا باشا وماشي كده متلجم، وتشتري بحاجات غاليه جدا. هو عشان المنتج المصري رخيص؟ طب ما يغليه لك، يعني اغلي لك المنتج المصري، اجيب لك عسل ملكات غذاء النحل ده واحط لك عليه براند كده من بره، وزي هنا ما ده شغلتي صنعتي، تمام؟ واطلع اتكلم عليه بالسكس والميكس والفيكس، تمام؟ واوريك الريزلت، واروح الجيم اشيل لك اهبد لك الجيم كده، هتعمل ببيع على روحك. لو انا مش هاخدكم معايا الجيم لان عملتها مره واتحسدت جامد، فانا مش بصراحه دي اللي فضلالي يعني، بس ممكن اقرا معوذات الرؤيه الشرعيه كلها واروح الجيم اهبد لك واعمل لك واقول لك اهو 33 سنه مفروض، يعني 33 سنه في مصر بيبقوا ظهري مش قادره، اعضائي. انا عايزاكم صحتكم تبقى حلوه. الحروب اللي احنا فيها دلوقتي، عصر الحرب البيولوجي، عصر الحرب بتاع الامراض ظهر يما، خلاص ابتدى، ده كانت بس بدايه. كورونا والليله اللي حصلت فوق دي بدري دي كانت بتسلم عليكم وتقول لكم بيكابو اي سي يو، انا جاي اقعد معاكم، احنا جايين ايه هنشارك بعضنا وهنمضي معاهده سلام مع بعض. صباح الفل يابا، انت كده بتهدي بتمضي معاهده تسليم رقبه مش معاهده سلام، انت بتسلم لهم رقبتك دلوقتي ان انت هتشتري كل منتجاتهم. يعني انا مش فاهمه في وسط الكورونا البلد كلها نازله تشتري ليه؟ ازاي؟ خلي بالك الكلام ده، الشوبينج ثيرابي دي حاجه من الحاجات الممنهجه في علوم النفس، انت مش فاهم. يعني انا نفسي يا جماعه والله العظيم، انا ما اعرفش اعمل ايه تاني عشان تصدقوا، وانتوا بتصدقوا حاجه متاخر شويه، وبعدين تقعد تشكوا في الواحد، مشكوك فيا بطريقه انت وسخه، بس انا مكبره دماغي مش مشكله، لان الحقيقه بتظهر. واهو لسه اليوم السابع بيقول لك دلوقتي، لسه منزل خبر دلوقتي الواحد اجنبي، ما اعرفش ما فصصتش الخبر، كنت لسه بستحمى لما قال لك هنخلص كورونا هنخش في ميرس القاتل، هنخلص ميرس القاتل هنخش في كذا. اضعف يا باشا في نفسيه البشر، اضعف في روح البشر وفي جسم البشر وإيمان البشر وعقيدة البشر. خلي الناس كلها تخضع لحاجة معينة، خلي الناس كلها تاخد الأدوية المعينة اللي هتنزل علينا، خلي الناس كلها تاخد مع الأدوية التكنولوجيا المعينة اللي هتفشخ فينا. وخلي بالك في بلاد هنا في أمريكا دلوقتي الـ 5G تكنولوجيز جوه المباني، يعني هي داخلة، هفهمها لك ازاي بطريقة بسيطة. تخيل المباني اللي بيبنوها في أمريكا وفي الدول المتقدمة، تمام؟ فداخل فيها تكنولوجيا، التكنولوجيا دي بتعمل لك حاجات في دماغك تضعفك، تنهي عليك وتخليك اهبل، تخليك عندك بلهاء كده ماشي مش فاهم. انا مش عايزه افهم الدنيا عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ما حدش يتحكم في، يعني ما حدش ما بتقولش لحد هم بيعملوا ايه، عشان يسوقوك كده يجروا فيك وانت مش فاهم، مغمي عينك. واحده بغله زي يلا تعالي ناخدك اختبارات ازاي بتعرفي تشيل حديد تقيل، يلا تعالي ناخدك اختبارات ازاي مخك بيفكر بالطريقه دي، ما سلمتش نفسي يا باشا، ما سلمتش نفسي عشان يطلعوا مني حاجه. وجيناتك ايه واصلك ايه؟ كل مره اصلك ايه وجيناتك انت جايه منين؟ انت ازاي كده؟ ده ربك بقى اللي عايز كده وقادر ان هو يقول كن فيكون، واحنا عندنا الجينات القويه دي. انا لسه بقول لصاحبتي لما رحت سينا من سنتين في راس شطار، كان عندي تعويره هنا لسه حالا لسه بحلاوتها ولسه طازه فريش للمؤاخذه، نزلت الميه من هنا اقسم برب الكعبه اتشالت في لحظه للحظه، جسمي كله اتغسل من اول وجديد. الارض هناك بتشفط كل الحاجات في 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 كميه اماكن فيها علاج في بلدنا. طب انت فاكر ليه
السياحه كانت مضروبه بقالها فتره. انت فاكر عشان خاطر الارهاب بجد؟ ما هم مولين الناس دي يابا عشان خاطر الخير ما يجيلكش، عشان خاطر تخضع بعد كده. انا زهقت، انا بتكوي دلوقتي، انا بتكوي. ولما كل مره اكلم ناس ولاد بلد بس هم مش مخهم مش راضي يعني يشوف معايا اللي بيحصل، يقول لي هاتيلي منتج من امريكا ونبيعه في مصر. وليه ما اجيب منتج في مصر وابيعه في مصر وابيعه في الدول العربيه، ابيعه للخليج؟ ما الخليج عايز صحتها تبقى كويسه، مش انت يا خليجي لما مؤاخذه عايز صحتك تبقى كويسه يا ولي العهد؟ مش عايز صحتك تبقى كويسه عشان خاطر تعرف تقضي امورك يعني وتبقى حلو في نفسك؟ ما بيعها للناس اللي حوالينا، ما بيعها لدول تانية خالص ملهاش دعوة مالحة. في ساوث افريكا، ساوث امريكا يا حبيبي، الواد البرازيلي هجرب فيه البتاع اللي انا باخدها دي، بي 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 طالع بيا السما، فاكرني جادس نازلة من السما، ان انت ازاي جامدة كده يعني، ازاي جامدة وقوية وعلى وضعك وبتاع. افتكرني شغالة مع الحكومة من كتر ما الواحد جامد في نفسه. ما نبيع له الكلام ده، ما نبيع للبرازيل، نبيع الاماكن دي كلها ممنوع، في معاهدة كده ممنوع ان احنا نعمل كده. دي بينا ولاد بلدنا بقى، احنا اولى بينا. جحا اولى بلحم طوره، ما تجننونيش يعني. دي فلوسكم انتوا، فلوسكم اللي تتعبوا فيها، واهاليكم بيتعبوا، اهاليكم بيروحوا يتغربوا عشان يجيبوا فلوس قد كده، عشان في الاخر تجيب المنتج اللي بتاع الناس اللي بتركبك وتسوقك وعايزه تدمر لك حياتك، عايزه تخلي ارحام النساء فيها اجهاض. انت فاهم يعني ايه ارحام النساء فيها اجهاض؟ طبيعي. انت فاهم يعني ايه الحزب الديمقراطي زي ما بيقولوا؟ قال لك حزب ديمقراطي، والشعب الامريكي مش فاهم يعني ايه حزب ديمقراطي. هو فاكر الديمقراطيه يعني ديمقراطيه المعنى الديمقراطي ده كله ده شعوذه يابا. الحزب الديمقراطي بيشجع، اول حاجه بيشجع فيها ايه؟ الاجهاض، عشان ما نحملش، عشان ما نكترش، بالذات في الدول المسلمه، بالذات في الشرق الاوسط. انت مش واخد بالك الشرق الاوسط فشخ ازاي؟ فاضل ايه دلوقتي؟ فاضل حركه واحده جس ونبضنا بيها ومش هتمشي، حتى لو بتمشي من تحت لتحت بس مش هتمشي بطريقه مباشره. انا بقى جاي لك بالمباشر يا برنس، بقول لك ما تحط الحاجه المصريه ونبيعها، ما تقولوا اعلاناتكم دي ان انتوا عمالين تعملوا لها ماونتن فيو فاونتن فيو. ايه المشكله بنحط العلم المصري في الاعلانات؟ مش هيجرى حاجه على فكره، كل حاجه هنا بلا استثناء بيحطوا علم امريكا وبيزودوا في الازرق، كل حاجه بيعملوها بيزودوا في الازرق. انت دلوقتي بتاع ملكات النحل ده، انا عايزه ماما هتجيب لي معلومات الراجل ده اكلمه. تعالى يا حبيبي نروح لشركة طباعة. لو معكش فلوس لطارق نور مش مشكلة، يعني يعني نسوق نفسنا بنفسنا على السوشيال ميديا لغاية ما ربنا يرزقك وتوصل للمرحلة دي. تعالى يابا نروح لشركة طباعة ونشتغل لك على اللوجو وعلى البراند ونحط العلم ونعمل التجارب ونطلعه. والحقيقة ها أهو أهو، أنا طول عمري بلا استثناء ببيع بس فكرة ثينك مصري، اللي هو فكر يا مصري، ببيع حتة الفكر، فكر بس. طول هدفي منك انك تفكر يا ابن بلدي، وعمري ما بعت لك حاجة غير لما احس انا لازم اطمن انها كويسة الاول. لما نزلت مصر لقيت فيه جيم، اللي هو الجيم اللي انا عرفت صحابها والكلام ده وقعدت فيها شوية، قلت محترمين لله وللوطن عشان يكملوا في الاحترام، انا هعمل ماركتينج ببلاش. مش ببلاش قوي، ده انا كنت برد لهم في كل فروع ويولكم بيا، ما عندهمش مشاكل، اسره محترمه. طول ما هم كنت بقول للاونر كده اشرف عماد ومحمد عماد والعماد فاميلي، انتوا طول ما انتوا بتتقوا لو كويسين انا هبقى حابه بس ان انا اشجع فيكم، يمكن ربنا ان شاء الله لما اجيب فلوسي استثمر معاكم. لكن انا طالبه منكم. وبعدين العيال اللي بتشتغل في في الجيم وتبيع منتجات من بره، ما تجيبوا منتجات محلي يا ابني، ما تخلي امك تعمل حاجات حلوه والمصحف الشريف ثلاثه، انتوا بتعملوا حاجات روعه وتبيعوا لبعض الكلام ده، ايه المشكله؟ امبارح وانا باكل البتاع لقيت واحد بيقول لي انا اخش اكل فول بزعل كده. على فكره انا باكل فول مصري زي الفول، وكنت مستنيه المحل العربي يفتح عشان اروح اجيب الفول المصري، لان لقيته غالي في والمارت. في والمارت بتاعت الفول اللي هي ب 10 جنيه بتتباع ب 2 دولار يابا، يعني ب 60 جنيه. مش طب ويجيبوها ليه ويستخدموها ليه مع الامريكان غير لما تكون منتج حلو؟ بس شايلين من عليه ان هو من مصر، وشايلين من عليه ان هو حلال. واخد بالك؟ انا عايزه مصلحتك، مصلحتك الامنيه، خلي بالك مصلحتك الامنيه من اهم حاجه في اهتماماتي، تمام؟ ومصلحتك الاقتصاديه، والاقتصاد والامن لازم يكونوا مع بعض متجوزين يابا، الاقتصاد والامن متجوزين، تمام؟ والذهنية والنفسية. أنا مش عايزة حد مصري يقول لي أنا محبط، كلمة أنا محبط دي ما اسمعهاش أبدا. كلمة أنا محبط دي أولا من الشيطان، ثانيا من التخطيط اللي بره. أنا إحنا المصريين ما بنحبطش، إحنا لو النهاردة آخر يوم في عمري مش هموت على وضعي، مش هموت محرومة ما 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 متنيلة محبطة بأمر الله طبعا.
وده كله من الله عز وجل. خلاص احنا لازم 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 نلتزم بجد. نقعدش بقى نكفر في بعض، اصل دراعك باين، اصلك قلتي الدوره، اصلك قلتي مش عارفه ايه، اصلك عادي. احنا بشر وبتكلم شباب، وما انت عايز نتكلم الشباب ازاي؟ ها تعالي يا اختي في حضن الايمان، انا مش همثل على الناس. هو ده اللي اللي موجود دلوقتي، وهي دي الميكس اللي طالعه. الميكس اللي طالعه دي بتحاول قد ما تقدر تفيدك وتوريك اللي بيحصل دلوقتي. المدن منها تكساس اللي كنت متربيه فيها، اللي متلغمه بال5 جي دلوقتي، ولادها بي 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 يعني بح، العيال ماشيه بح والله. لولا انه ممنوع اصلا اوريك الشغل اللي انا بشتغل، احط الضوء عليه، اوريك العيال ماشيه. العيال زومبي يا جدعان، العيال ما بتفكرش يا جدعان. يا نهار اسود ومنيه، ده العيال ولادنا، ولاد صاحبتي، ولاد لبنى. بلاش لبنى عشان ما تحسدش، العيال احنا بتوعنا، احنا بتوعنا من دمنا احنا. الله اكبر، انتوا ليه مفكرين ان بيخافوا جدا من موضوع العيال اللي جايه ده؟ العيال بتوعنا احنا مخها ياكل الزلط، مخها عبقري. حتى العيال السرسجيه اللي بيمشوا في الشارع، اللي بيشربوا كله ويشدوا بتاع دول، لو يعني لو شلناهم من الهم اللي هم بيعملوه ده هيبقوا زي الفل، مخهم بيفكر قد كده. والمصحف جينات والله العظيم ثلاثة. لو جيت شفت العيال هنا ماشية استنبة، ماشية استنبة، ماشية استنبة، والمصحف ماشيين استنبة، والله ماشيين استنبة. انت مش قادر تصدق ليه؟ وبيدفعولهم فلوس قد كده عشان يجيبوا لهم ناس نفسية زي كده، وتقعد تتعالج في الاوتيزم والماتيزم والبتاع، والبت تبقى واخدة ادوية قد كده للاكتئاب والانكزايتي، وتبقى قاعدة ليه يا حبيبتي؟ مريتي بايه عشان تمري بكده؟ مرتي بايه؟ ما احنا شفنا البدع في امريكا، ورحنا وجينا واتخطفنا واتبهدلنا وتشل عرضنا، واتضربنا من هنا واتضربنا من هنا، واتعدوا عليه. بص مرينا باللي، وبنطلع تاني يوم غول، نتضايق شويه بس بنطلع تاني يوم غول، نعيط بنعيط وبيجينا النوبات، لكن بنطبطب على بعض ويبقى زي الفل. انتوا ليه مش قادرين تشوفوا الحته دي؟ ليه 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 الهوس؟ انا بص على اشتري من بره، ما عندكش، ما عنديش مشكله، انا كمان بشتري ساعات، لان ساعات المنتج بيبقى ساعات خيره فيه. في منتج هنا انا اكتشفت ان انا جبته، كنت ايه، هديكم مثال. في منتج انا بحترمه تمام للاكل للبارز، وكويست بارز، كويست بار اللي هو ومحد مش انا مش بتكلم عنه عشان تعجب لي بيه وتبقى عندك عقده الخواجه وتقولي هاتي لي منه، مش هجيب لك منه يا رحمك. انت هتاكل المنتج المصري ورجلك في رقبتك وهتحبه. المهم المنتج اللي انا بحبه ده مش هوريه لكم حتى. لسه مطلع النهارده حاجه جديده، ولا من يومين حاجه جديده بالليمون، اشتريته. ما انا قاعده هنا، اما انا لو جابولي من مصر طول كل حاجه هاكلها، هعيش على كده. الناس اللي كانوا بتجيب لي في مصر شاهدين على كده، عم محمد البواب وعم والجماعه اللي هم كانوا في السوبر ماركت، واصحابي وطارق النور نفسه، الشباب اللي شغالين معايا شايفين انا كنت باكل ايه. كله من مصر يا اخويا، ولا جبت حاجه من بره ولا انبهرت بحاجه من بره، بالعكس نغمس كده وزيتنا في دقيقنا ومن مصر وزي الفل، وما نزعلش ان احنا ما كنتش كل يوم باكل كافيار ولحمه وسمك والجو ده، ما معيش فلوس ان انا اجيب الكلام ده كله. عادي بجيب ال البروتينات من حاجات تانية في مصر، وانا ماشيه في الشارع بتحزق في اكله، اوقف اخلي الاوبر يجيب لي، والنبي هات لي كوزين دره من عند الراجل ده وخد معايا، ولا هاتني بتاع اللي هو سويت بوتيتو ده، بطاطا، بطاطا قبل التمرين يا باشا، والدنيا حلوه، والعيال في عيال زي الورد بتبقى واقفه وحاطه مزوقين عربياتهم كده وعاملين اوكي احنا هنبيع قهوه، اوكي احنا هنبيع البطاطا، اوكي احنا هنبيع الحاجات اللي هي بتساعدنا نمشي في الحياه. وعملت بحث عن الموضوع ده، ولقيت لك ان الشارع المصري فيه كميه بروتينات، وكميه اللي الناس بتبيع بروتينات وكربوهيدرات من اللي احنا محتاجينها عشان الجيم وعشان نبقى موزز. وعلى مش بيقولوا لك بطل؟ مش انت عمال تقول لي دي انت بطل وتترسم والكلام؟ اهو البطل ده جاي من اكل زي كده، وجاي من الرياضه، وجاي من الصحه الحلوه. العصر اللي احنا فيه ده بقى عصر فتن السحر، فتن الصحه. خلاص بقى نتلم ونبقى صحتنا جامده كده، مهما حصل المصريين يفضلوا على وضعهم بقى. يعني خلاص خلاص، انتوا الناس هنا مطاطيه يعني. انا جيت امريكا، دي مش امريكا يا جماعه، وخلي بالك اللي بيعملوا كده مش امريكان اصلا، اللي ماسكين العالم هم فرقه معاهم امريكا. امريكا ما هي الا كانت فتره كده زمنيه بتعمل ماركتنج، امريكا اتخلقت عشان تعمل ماركتنج للعالم. امريكا نفسها اتخلقت ليرلي، يعني مش اتخلقت، هي ربنا خلقها لاسباب تانية، اسباب نبيله، اتوجدت في ذهننا احنا عشان تبقى ماركتنج لايه؟ للعالم يا برنس،
عشان العالم كله يقول له انا عايزه اتجوز البنت الامريكيه الموزه، انا عايز المره بشعر اصفر، انا عايز الباسبورت الامريكي، انا عايز الحلم الامريكي. والامريكان نفسهم اتخدعوا في هذا الحلم. حد وصل له؟ كل امريكا بلا استثناء مديونه. انت ليه مش فاهم؟ احنا عايشين سلف ودين هنا في امريكا. كل العربيات المدراء مفشوه فوق دي كله يابا سلف ودين. لو ما اشتغلوش يومين وقالوها لي في الشغل، قال لي في الشغل انت الامبلوي لازم كل يوم يثبت نفسه، كل يوم يحارب عشان يثبت نفسه. انا الايام اللي بروح فيها في الشغل يقول يا رب يا رب ما تذلني، لان انا لو تعبانه قدامهم تعبانه مجهودي هيبقى اقل من المجهود المطلوب. واخد بالك؟ زي المكنه بح بح مع السلامه يا مي، ما تقليش سلامتك، بيتقال هاي كل يومين. في مصر ما عندناش الكلام ده قوي، خلي بالك. احنا عندنا في حاجات سيئه في الاخلاق بقى، دي بقى لما تنضف بلدنا بتتحول. والمصر ما كانوش جسوا نبض البلد في شعبها المره دي. ده انت بتتغشش جامد، دي فرصه هلهلبيه ان انت تاخد بالك ايه اللي بيحصل. هلهلبيه. ما احنا نحارب بعض ليه؟ احنا كاولاد بلد نحارب بعض ليه؟ لما اولاد بلد نسف على بعض ليه؟ ونسف على ممثلينا ليه؟ ونفضح في الدنيا ليه؟ دي مش اخلاقنا. ليه احنا نعمل كده في بعضينا؟ وكل واحد بيبقى ده بيتنافس على يبقى النجم نمبر 1، وده يتنافس تبقى على النجمه المزه، وده يتنافس على السادات دي في الممثلين وهرينا فروتهم. زمان كانوا ايام زمان ايام الصحافه كان الممثلين يعني بيعملوا كل حاجه في الدرع عشان خاطر ما الصحافه ما تعملش عليهم بونت، وده كان ساعتها بيبقى صحفي سيء السمعه اللي بيعمل كده. احنا دلوقتي الشعب اللي بنعمل كده في احنا بدل ما من من يعني من ينداوي بعض يا نستر على بعض عشان ربنا يستر علينا. والله نبرات الاحباط ونبر كل ده ما كانش مصر. اصل انا بص خلي بالك، انا كنت وانا طفله صغيره في مصر كنت دقت حاجه حلوه فيها، دقت ان احنا رافعين راسنا، ولاد اكابر ولاد وناس بسيطه الماده خالص. انا ما عشتش في العز المادي غير لما جيت هنا وراح مني الحمد لله، ويمكن يجي تاني بطرق تانيه. وكان والله ما هنساها، والله العظيم وربي على ما اقوله شهيد، انا مش هنسى الراجل الضابط الامريكي ضابط طيران لما جالي في الجامعه وانا في الكلاس بتاع الدين، ويقول وشك كان عندي BMW الجديده ولابس الماز وذهب والجو ده كله من فلوس ابويا. الحمد لله كان جايب فلوس من السعوديه، امي كانت بتدرس وهو دكتور، فلوس حلال وداخلين امريكا بفلوس. واخد بالك؟ يقول لك انت ازاي معاكي فلوس كده في السن ده وما بتلبسي كده في السن ده وانت اصلك عربي ومسلم. كلمه اصلك عربي ومسلم دي كانت بتعصره يابا. انت عارف الراجل ده عمل ايه عشان يعرف يجيب عربيه BMW؟ راح حارب في العراق وكره نفسه هناك ورجع بحاجه اسمها PTSDs، يعني مرض معين، مرض من هو خايف من الحاجات الكتير اللي بتحصل. واتجوز واحده في السر وانا ما كناش عارفين، اكبر منه بعرانه ب 70 سنه ولا حاجه عشان خاطر ياخد فلوس من وراه، وبياخد نفقه من الحكومه من ضرايبنا احنا عشان بعد الخدمه بيدوهم بقى ما تبقى من اي حاجه. خد البيت ده عايش فيه. احنا بشرفنا بعلمنا باجتهادنا ما رحناش يعني حتى فكره الجيش مش فكره شريفه كده ونبيله كده زي رجالتنا اللي هو ايه شرف، اللي هو الواحد بيبقى حاسس انه بيخدم. دي رساله لله. ابويا اول ما توعيت على الدنيا يقول لي ارضك عرضك شرق، ولا ايه ارض دينك ارضك عرضك دينك ارضك عرضك، اللي هو انا مش فاهمه بقى لغايه ما كبرت فهمت يعني ايه ديني، لانه احنا بنتفتن دلوقتي فيه. وارضك اهو انا شفت مين لما مؤاخذه لما رحت الشيطان ده كان ممنوع المصريين يدخل، يعني ما مش ممنوع قوي يعني، كان في مصريين بيروحوا بس مش عايزين الراجل العربي اللي كان صاحب الكامب يقول لي بصي انا لما المصريين بييجوا بيعملوا دوشه وبيعملوا مش عارف ايه والكلام ده كله، فدي حاجه بتضايقني. فبرحهم بيتشرط برحهم بيتشرط. يا نهار اسود، ده احنا وبعدين كل صيف، انتوا الكام صيف اللي فاتوا كل مره تفضحوا الدنيا، كل مره يطلعوا لنا مخدرات ومصايب، يطلعوا لنا محجبات مع الستات لابسين اللي هو المايو الشرعي. طب ما كلهم حرين بالعكس، سيبي اختك تلبس، احنا اخوات يا جماعه، احنا اولاد بلد مع بعض. ليه نعمل في بعض كده؟ ليه المظهر المنظر نفسه؟ انت ليه متضايق ان دي لابسه حجاب وليه متضايق ان دي لابسه كذا؟ ما خلاص احنا بقينا مختلفين جدا، واحنا كتير برضو، احنا كميتنا كبيره قوي. الحاجات اللي داخله علينا من كل حته في الدنيا شرسه، بس ما ناذيش بعض، نبطل ناذي بعض. دي مصيبه.
دي نسيبه وغيرك عدوك عمال يقزقز لب ومبسوط انك بتأذي اخوك يهبل يخرب بيت غبائك. انت مش شايف اللي بيحصل دلوقتي؟ وما تقعديش تقولي يا سنمية بتشتمنا. امال اقول لكم ايه؟ اصل انا بتكلمكم بكل الصيغات بتكلم معاكم فيها ومفيش فايده. انت عايز بعد كده عدوك يبقى قاعد في بيتك كده ويقول لك اطلع امشي بره ارمي اترمي في الشارع ومش هتعرف تدفع ايجارك؟ ومراتك دي استحليها انا اخدها انا عادي، ولا بنتك تروح بارادتها تنامني مع واحد من كده في الحرام؟ انت عايز كده؟ عايز ابنك يقلب بيستغفر الله شاذ ويقول لك عادي تغيير، ويقول لك طب ما انا اسافر بره عشان اتجوز راجل؟ عايز كده؟ ده انت عايز كده؟ انا بس عايز اسالك، انت عايز كده؟ ده كل ده من صنعنا احنا. وبعدين يبقى تبقوا مش اذكياء لو ما فهمتوش ان انتوا ليكوا تاثير، لان لو ما كانش ليكوا تاثير ما كانش هيجسوا نبضكوا في الليله اللي حصلت مع الفنانيه. جس النبض الحلو ده عشان خاطر ايه؟ لازم توكيل من الشعب. اصحى يا حبيبي انت ليك صوت يابا. امال انت عاملوا لك السوشيال ميديا ليه يا حبيب قلب امك؟ عملوا لك السوشيال ميديا ليه ده العادي؟ ما احنا في الاول خالص استخدموها عشان يعملوا ما يسمى بفوره، تمام؟ والليله اتبانت واتفقست وشافت، واللي مش شايف يبقى لا مؤاخذه يبقى لسه. المره دي بقى يعملوها عشان ايه بقى؟ عشان الدواء والمرض والفلوس. مش واخد بالك ولا ايه برنس؟ الاراضي اتاخدت، الهويه اتاخدت، فاضل ايه؟ فاضل المام يا حبيبي، ما تبقى من المام. نهدى كده على اعضائنا كده، وان اولاد بلد وحلوين وكويسين. بس بصوا انا حلو في مصر ان انا عارفه ان هي في رباط، مش قلقانه. بس انا دوري بقى طول ما انا عايشه، هو ده دوري بقى، هو عاجبكم او شئت ام ابيت هو ده دوري. عملوا فيا، حاولوا يعملوا كل حاجه عشان يوقفوني، جابوا لي من هنا ومن هنا ومن هنا، وقفوا لي الفيسبوك شويه، عملوا كل اللي وربك حابب كده يحصل. وفيديو الكورونا سمع في العالم كله، وروسيا اول واحده اتصلت، والوطن العربي عارف ان في ليله بتحصل. دي كانت بدايه يابا، دي كانت ويسل بلوينج. عارف يعني ايه ويسل بلوينج؟ اللي بيصفر كده الحق كذا، والحقيقه بتظهر اهو اهو عشان مصلحتك، عشان مصلحتك، عشان ما يضحكش عليك. لا يجي لك زعر لان انت مؤمن مش هتتزعر من اي حاجه، عشان الزعر ده بيقتل. واهالينا ما يخافوش، ابوك وامك العواجيز تبقى كلب بلدي لو خوفت ابوك وامك. انت ابوك وامك العواجيز اللي ما بنسالش عليهم دول ننهضهم بقى شويه. تمام؟ وعشان خاطر فلوسك اللي بتعملها، عشان انت عندك خير في بلدك بس مخبيين عليك يا حبيبي، اللي بتعملها ما تروحش تضيعها في حاجات. انتوا اصلا انا كنت بتكلم على منتجين معمولين بره، والمنتجين دول بالذات نسب مبيعاتهم عليت 236 مره في السانيتايزر الاخضر اللي كان بينزل مصر ويقول لك اشتروه. العيال ولاد البلد الله يكرمهم يا رب، عملوا في الجامعات سانيتايزر مصري، الله يحميهم ويكرمهم يا رب. وفي ناس اشترت، اختي كانت في مصر جابوا لها سانيتايزر معمول في مصر وجابته معاها امريكا، عشان خاطر ولاد البلد يقول لك لا احنا هنصرف حاجات بسيطه، مش هنروح نصرف 70 جنيه ولا 300 جنيه في البتاع. افهم افهم افهم. لسه صاحبتي بتقول بتوريني الخبر بتاع اليوم السابع، يقول لك ميرسي هيجي. قلت لها شفتي؟ قالت لي هنموت كلنا بضحك. والله كده كده هنموت، والايه اللي قلتها في القران الكريم ان احنا لو في بروز مشيده هنموت. الموت ده طبيعي. بس واضح ده واضح ان ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما بلبست ماسكات ولا خره ولا نيله ولا بتاع ولا بزا ولا اطراء، بس واضح ان في صحه الحمد لله. طب من ايه؟ اشمعنى انا عندي صحه وانتوا لا؟ ولا هم لا؟ وكل يوم بروح لكم مستشفى وعلى قدام عيني البشر عادي. في ايه؟ نهدى كده على نفسنا، نسايس امورنا، عشان احنا دلوقتي مش في وقت مواجهه مباشره. تمام. بس فلوسنا بقى تبقى في جيبنا احنا، منتجاتنا تبقى بتاعتنا احنا، حاجتنا احنا اللي بنعملها، نعملها باتقان ونعملها صح. وريت لكم لما كنت عامله ايجابيزم، وكان اسلوبي غلط في الاول ان انا بزعق والكلام ده كله، بس ده من حرقه قلبي.
ورد لكم الست الخواجية اللي بقالها 15 سنة في مصر بتتكلم عن القطن المصري وابوها كان شغال في القطن المصري ايام زمان وقد ايه القطن المصري كويس، ورد لكم الكلام ده ومنها كان في كرباج اللي هو تقل في ضميرك والكلام ده كله، وده كان غلط ان انا اعرض المشهد ده عشان ما كبروش اكتر من لازم، ودي كانت غباء مني تمام، لسه عيلة بتتعلم. لكن وريت لكم كل الحاجات الإيجابية في مصر برضو، الجزء الثاني من البرنامج كان فيه حاجات إيجابية، بس احنا شفنا الجزء الأولاني وهبنا في معي نشوف. طب نشوف الإيجابي بس. طب يا باشا ما هو الصحيح ايه؟ انتوا عارفين اللي بيعملوا ايه هنا الإدارة هنا بقى بتعمل ايه بالانس؟ اقول لك بقى عكس اللي انتوا بتعملوه، بتجيب الإيجابي فين ونكبر منه، بتكبر في الإيجابي مش بتنفي الشخص اللي عمل حاجة سلبية ولا الحاجة السلبية اللي طلع. عندكم قدرة رهيبة على انتوا عارفين الشغلانة اللي انتوا بتعملوها ببلاش دي، الفضايح اللي على الفيسبوك في امريكا دلوقتي بقى في ناس بيحط لها سوشيال ميديا ماركتنج مانجر او بقى ليها اسم، العيال اللي بتعرف تعمل حاجات على السوشيال ميديا دي بقى ليها اسم وليها كارير، وفي جامعات بتدرسها بيدرسوا دلوقتي اللي انتوا تعملوه، عشان انتوا ناس اصلا موهوبة بالفطرة، انتوا شعب ذكي، عندكم الذكاء، عندكم الطيبة، عندكم المحبة، عندكم الضمير. ايه لا والله عندكم ضمير، انتوا ناس مش نظيفة من جوه، امال ليه ربنا بينهضنا لسه؟ عندكم خفة الدم الغريبة جدا اللي في وقت المصايب برضو نضحك، عندكم والله كل حاجة بلاش نهبط في بعض دي. يعني انت عارف انا هقولها لك قبل ما امشي بقى عشان خاطر انا زهقت، اخوك ولا صاحبك ولا قريبك ولا جارك ولا ايا كان هو مين اللي حواليك مصري، مصري، لما تشوفه محبط اعرف ان ان عدوك كسب، اعرف ان انت بتسلم على عدوك كده وبتقول له هاي عدوي اهلا وسهلا يلا نحبط، اعرف ان انت خاين literally. رجع ايام رأفت الهجان وقول لنفسك انا خاين من جزمة لما اشوف واحد مصري محبط ولا متضايق ولا ما اقفش جنبه او اضرب في زميلي او مصارين البطن بتتعارك عادي جدا، احنا انا واخواتي ياما تعاركنا وياما ناس تعارك، بس نفضل كويسين مع بعض، نفضل واحد مع بعض، ما يخشش انا الشغل انا ولا الشغل عندي، لا انا بتكلم على الجيم مثلا، الاقي الترينر قرفان من المانجر والمانجر قرفان من الترينر والسينيور قرفان من الجونيور والليلة، لا عيلة واحدة، عيلة واحدة بقى، وطلعوها في التلفزيون مرة، طلعوها في الميديا، طلعوها في الافلام، وطلعوها في العيال بتوع المهرجانات، تعالى بيكا وشيكا وشوكوش والكلام ده، شيل يابا الكلام بتاع خمور وحشيش، حط كلمات فيها ايه لبن وبيض وتمرين وصلح وامك وبوس ايد امك واعزموا بعض وحبوا بعض، حط الكلمات اللي فيها محبه اللي فيها قوه اللي فيها ستر اللي فيها جواز، مش اللي هو بنت صاحبتي ودورت مع صاحبتي اخواتي ودورت وتعالي نضيع وقت ونقعد في الفيلا وكده، ايه نضيع وقت ونقعد في الفيلا دي، ايه نضيع وقت ونقعد، ليه نضيعوا وقت المصريين يضيعوا وقت ليه؟ ليه بدلوا الكلمات بكلمات مفيده واعملوا شواكيش مع بعض ومهرجانات وزي الفل واعملوا الحاجات اللي بتعملوها دي، وجملوا في اللغه العربيه، اللغه العربيه سكسي، اللغه العربيه هنا اسياد البلد، سيادات البلد، الكراسي اللي في البلد بتدفع فلوس قد كده تتعلم لغه عربيه يابا، وليه ما تفهمني بقى، ما تفهمني ليه؟ تلاقيك الموزز اللي انتوا بتشعقوهم دول الاجسام اللونه والدنيا الحلوه الجميله دي بيحطوا بقى تحتوهات بالعربي، انا بوريك دي كله التريق، كله التريق لما بقول لك مصر هنا حطيتها هنا عشان خاطر قالوا ما انتش هتنزلي، مش هتنزلي يعني شغف مني، يقول لك حبيبتي يا مصر، يتريقوا علي ليه يا اخوي، ولا انت نازل ليه مصر وعندك شغف ليه بلدي يا حبيبي، انا فاهمه اللي فيها، انا فاهمه ان فيها خير اكتر من هنا، من باب ان انا بحب نفسي والناس بتوعها بقى، بالنسبه لي العزوه في الناس اهم حاجه في الدنيا، والناس ادوني بس الناس دي، ادوني الشباب دي نشتغل سوا، اطلع لكم 100,000 حاجه من الشباب اللي في مصر، ولا عايزه منصب ولا كرسي ولا زفت ولا خرا، لا عايزه ابقى عايشه حواليكم بس حب، الحب اللي كنت باخده ده هو ده اللي انا عايزاه، مش عايزه حاجه تانية، واشتغل عادي زيكم، ولا اخد مش عايزه حد يكرمني يديني حاجه زياده ولا تكريمات ولا نينا، انا عايزه تكريم بتاع الله بصراحه، انا مش يعني مع احترامي ليكم كلكم بلا استثناء، التكريم الفلاني مش عايزاه، مش عايزه، خدته اهو من كلينتون ده ولا مش كلينتون، كلينتون ده ولا مش كلينتون، مش فارقه معايا، ده مش خدم سيدنا محمد مثلا، مش خدم سيدنا محمد الوسام سيدنا محمد اللي هداها بيه، مش فارقه، ما كانتش الله، لما كنت عيله صغيره والبيت الابيض بيكرمني ما حسيتش بحاجه، ما حسيتش،
مش ده اللي بيخليني مبسوطه، مش هو ده، مش هو ده قلبي، مش قلبي مش في ده. انتوا بس عشان ان ما جيتوش وسافرتوش وما تعرفوش، فانا عايزه اعمل حاجه مفيده من الهجره الزفت، استغفر الله العظيم يا رب، من 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 الغربه من 62 اللي انا قاعده فيها دي، هتتزبطوا. طول ما انا عايشه هفضل معاكم كده، انا مش هبطل، لا هبطل ولا هغير طريقتي ولا بتاع، انا بتضايق ساعات كده اللي هو لا لازم نهدى ونتلم، وكلنا فينا حاجات حلوه، ومحدش ما نزعلوش، ما نقعدش بقى نزعل على حد قلبه علينا، ابوك وامك ولا خالتك ولا اي حد من الناس اللي هم بيقسوا عليك سيكه كده عشان خاطر عشان مصلحتك. ده اللي انا بعمله. العيال في الجيم لو كانوا بيعملوا حاجه شكلاوي كنت بجيبه، والمصحف بيهددهم بيا، اقول لك ميه هتجي لك بالحزام دي، ما تهزرش، اجيبه من ودنه كده، الواد قد اخويا الصغير، بس عشان مصلحته انا مش هشوف واد قمر من الشباب زي الورد وسايبين شغلهم رايحين عايزين يحششوا ولا عايزين يعملوا مصايب. لا راح اتمرن يرحمك. ايه ولا ظابط من ظباطنا محبط ليه يا اخوي؟ ليه تحبط؟ ليه ارفع راسك حبيبي؟ بس ما تتجعس يعني، ما تتغرش، ارفع راسك واعرف قيمتك، لان انت يعني الخدمه اللي انت بتقدمها دي، تعالى يعني مش عايزين عشان بلاش كده عشان ما تفهمونيش غلط، بلاش دي، بس انت بتعمل خدمه نبيله لما تكون بتعمل فعلا بتخدم الناس، لما تكون بتوفر امن للناس وبتخدم الناس، والكلام ده كله انا شفته في مصر، في كل حته في مصر، وفي ايام الكورونا شفته، كل طول الوقت شفته، ودمهم خفيف ومتفاهمين وزي القمر وحلوين، جالتنا موزس. ما انا بشوف رجاله العالم هنا برضو على الجمال والحلاوه والحاجات دي، لا معلش يعني بشوف المفروض شكلهم يحل من على الحبل المشنقه، ما لهمش ماليش، مش عارفه، مش قادره، بحس ان هم مش موجودين، بحس ان هم حاجه في الهوا كده، حاجه غبار، مش حاسه انه راجل. معانا بقى في مصر رجاله حلوه كده وجميله ما شاء الله بصراحه، بتكشف، واخد بالك؟ فركزوا كده، ركزوا، انا مش بقرا الكومنتس دلوقتي، انا اكيد بتشتم، بس مش مشكله عادي، اتعودها. ركزوا فكروا في اللي انا بقوله، دايسكت اللي انا بقوله كلمه بكلمه. انا يا ابن بلدي مستخسره ان حد عنده مكر وخبث وحقد عليك ياخد خيرك ويسوقك او يفتنك في دينك او عرضك. انا مستخسره دي، وقلتها 60,000 مره، والناس الدوله بقى، الناس المسؤوله يعني، لو حضراتكم عشان خاطر يعني ما اعرفش اقولها ازاي، بس كواحده درست اي حاجه في علم النفس، بلاش درست، انا حماره، بس شايفه حاجه زياده سنه، شايف الرؤية بره يا باشا، انت ما عشتش بره، انا عشت. لو عادي، لو بقى، والكلمة دي بكررها كتير، لو بقى عادي على اولادنا ان هم شرفهم يروح، وان هم اخلاقهم تتبهدل، واللي هو ايه، نجرب الجنس عادي، ونجرب مش عارف ايه عادي، والكلام ده كله بقى عادي، كرسيك هيتبدل، ده اولا. الامن والامان هيتهز بعد الشر، والاقتصاد هينزل. فانت بيتك نفسه هيتلمس يا باشا. فانا حابه ان بيتك وكرسيك وامنك وامانك واكلك ومامك يبقى فوق، يبقى عالي، تبقى ده زي ما انت، انا عايزك تبقى انت في الكرسي وانا ابقى انا زي ما انا كده، البنت اللي بتتكلم مش عايزه حاجه تانية، بس خلي بالك من اللي جاي بس. السلام عليكم.